السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيسمع الفيديو ده دلوقتي. معاكم أبو بودي من مؤسسة النظام الطاقي. مرحب بكم في فيديو جديد، الفيديو عن كيفية محو الهموم أو لتجديد الطاقة ومحو الهموم. في الفيديو ده احنا هنتكلم وهنعمل تمرين بسيط جدا. بعد التمرين ده هتلاقي انك انت اتغيرت، هتلاقي ان امور كتير بدأت توضح، هتلاقي ان قلبك استريح، طاقتك بقت نظيفة. تمرين بسيط مش هياخد مننا كام دقيقة. قبل اي كلام ياريت تغمض عينيك، انت اللي بتسمعني كده كده انت مش هتشوف حاجة على الشاشة غير شيء ثابت، صورة ثابتة، او ممكن يحطوا اعلان او اي شيء، فياريت تغمض عينيك. انت دلوقتي مغمض عينيك، خد نفس من بطنك. النفس ده خده في 10-15 ثانية بالكتير، يعني مثلا كده واكتمه 10 ثواني، وبعد كده طلعه وانت بتقول الله ببطء شديد جدا. هناخد النفس تاني كمان مرة في 10-15 ثانية، ركز على قلبك والنفس بيدخل، ان هو بيدخل مش بس بطنك، بيدخل على قلبك، على عينيك اللي انت دلوقتي مغمضها، لازم تكون مغمض عينيك، واكتم النفس وبعد كده طلع وانت بتقول الله بهدوء شديد جدا جدا جدا. الله، يخرج النفس. كمان مرة هناخد نفس، نكتمه، الله خليك مغمض عينيك، ايدك اليمين حطها على قلبك وركز في الكلام وانا بقوله، سواء كنت هقول قرآن سواء كنت بتكلمك، ركز في كل كلمة بقولها وانت هادي مغمض عينيك مسترخي. استرخي لو انت دلوقتي في عربيتك واقف على جنب، استرخي. استرخي لو انت قاعد في البيت، في المكتب، في اي مكان، خليك مسترخي. هي كام دقيقة وخلاص ترجع لحياتك الطبيعية. حط ايدك اليمين على قلبك، حس قلبك، حس قلبك اكنك بتطمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بالراحة تقدر تشيل ايدك من على قلبك وتخليك مغمض عينيك، وياريت تقول لي او ترد على نفسك بالراحة، انت ايه اللي مخليك مهموم، او ايه اللي مضايقك، او ليه متعثر امورك. ربنا يشرح صدرك وصدري وصدر كل اللي بيسمع يا رب. ربنا وجدك وخلقك في الدنيا وخلق لك كل شيء، خلى كل شيء حواليك أسباب، سخر لك الكون بما فيه، وانت حر، خلك حر تختار من هنا تختار من هنا، لكن انت اكيد فاهم ده كويس. المهم ان انت دلوقتي ممكن يكون عندك هم مادي، عندك تعثر مالي، حياتك مش ماشية، زوجتك في بينك وبينها مشاكل، او انت زوجك في بينك وبينه مشاكل، او لسه محتاجة انك تتزوجي او انت تتزوج، تزوجته لسه محتاج تخلف يبقى عندك اولاد وذرية. حد تاني ممكن كان قلبه دق لشخص ما او تعلق بشخص ما وهجره،
وبالتالي عايش في يأس وحيرة وتعب. حد عنده أموره مش ماشية وشايف أمور الناس ومركز معاهم أوي إن أمورهم ماشية والدنيا تمام وهو لأ. مشاكل كتير والهموم كتير جدا. ممكن عنده امتحان، ممكن فشايل همه، ممكن ابنه تعبان فشايل همه، في حين إن أصلا كلنا ملك لله. أنت ابنك، بنتك، زوجتك، مالك، عملك، سيارتك، بيتك، كل شيء ملك لله. فانت تشيل هم ليه؟ هو اصلا ليه صاحب اللي انت شايل همه ده؟ لو حتى تعب ابنك او تعبك او ليه صاحب؟ صاحبه يتولاه. مين صاحبه؟ الله اللي خلقه. فما تشيلش هم. انا عارف ان الموضوع اكبر من كلمتين انا بقولهم، لاني اكيد زيك شلت هم كتير وتعبت كتير ونسيت كتير لكن اللي اقدر اقوله لك ان انا لقيت الحل. محتاج ايه اكتر من انك تسمع ربنا بيقولك فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا؟ ايه بقى هنا المشكلة؟ صدقت يا الله، ايه هنا المشكلة؟ ما حطلك حل للمال، للبنين يلي عايز تخلف وتعبان وتقول نصيب وده يقول نصيب وده يقول نصيب. ممكن حد يقول لك احمد ربنا، ما ممكن كنت تخلف ولد او بنت، او يعني انك تخلف ويجي يأذيك ويبقى عقديك، او نفسك في مال ويجي حد يقول لك احمد ربنا ممكن لو كان جالك فلوس كنت افتريت وعملت وسويت. طب ليه؟ ما ربنا قادر يديني فلوس ويهديني وقادر يديني ذرية ويبارك لي فيهم. اقول لك مفاجأة، كل حاجة بتفكر فيها وبتحتاجها هي في الحيز الطاقي ليك، متاحة انها تتحقق في اي وقت، بيبقى الموضوع متوقف عليك انت. حد بقى معترض على الكلام ده اهلا وسهلا بيه، مش معترض يبقى اهلا وسهلا برضو مرة اخرى، ويا ريت يدور ويا ريت يركز. اي حاجة او اي حلم، اي شيء تحتاجه، معنى انك تفكر فيه هو اصبح في حيز الطاقة، في الذبذبات، يعني خلاص اصبح اقرب الى الواقع انه يحقق. لكن في عندك مشكلة تمنع ان هو يظهر في الواقع، دور شوف ايه هي المشكلة، غير نفسك، غير نفسك. كل انسان عايش حسب معتقده. اللي يقولك عصر المعجزات انتهى يبقى هو انتهى بالنسبة لي. ممكن تلاقي حد تاني معتقد ومقتنع ان عصر المعجزات لسه منتهاش وانه ممكن تحصل معجزة، تلاقي انه بيحصل له فعلا معجزات. اللي يقولك ربنا موجود بيلاقيه موجود وبيطمنه، واللي في قناعته ان ربنا مش موجود على طول بيلاقيه مش موجود، لان دي قناعته وده ظنه، وربنا دايما عند ظنك. انت دلوقتي بتسمعني وغمض عينيك وبتسمع كلامي، عايز اقولك في ايه؟ يعني انت دلوقتي كل هموم الدنيا كانت مال، ذرية، يعني انا بقول هموم، هي مش هموم، هي شيء جميل جدا، بس انا بقول هموم عدم وجودها هموم، تمام؟ واوقات كتير بيكون برضو وجودها هم. ممكن واحد يبقى عنده مال كتير جدا شايل همه وخايف عليه وهكذا، ده اصبح عبد للمال. فزي ما بقول لك، اي حاجه انت خايف عليها سيبها لصاحبها، ربنا يتولاها. اي حاجه محتاجها اعرف على طول معنى انك انت قدرت تفكر فيها هي دخلت الحيز الطاقي بتاعك، فارجع له، ارجع له ببساطة. مش محتاج تحفظ دعاء من حد عشان تروح تدعي بيه. انت مش محتاج وسيط بينك وبين اقرب مليك. ربنا بيقول لك ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، قريب منك قوي. عايز تحس ده هتحسه، لو انت استشعرت قربه اعرف انك انت اصبحت في عصر المعجزات، كل شيء هتحتاجه هتلاقيه. دلوقتي انت مهموم، في افكار وهلاوس ووساوس واشياء مسيطرة على عقلك وعلى قلبك، مخنوق مكتئب. طبعا في ناس كده وناس كده، انا بتكلم عن المهمومين دلوقتي اللي بيسمعوا الفيديو الان في اللحظة دي. طيب اخرة الهم ايه؟ انت مريض
وفي علاج. سبت العلاج وقاعد مريض، طب هنعمل لك ايه؟ ما تقوم تاخد العلاج. علاج الهم هنا ان التمرين اللي احنا عملناه ده تعمله، تمرين التنفس تعمله، ايدك اليمين على قلبك واقرأ سورة الانشراح، فيها سر عجيب. بعد ما تقرأها زي ما احنا قرأناها كده، طبعا لو انت بتسمع بتنفذ من غير ما تسمع الفيديو يعني، ممكن تقوم تصلي ركعتين، ممكن تقوم تقعد في مكان هادي تسترخي، تكلم ربنا، تكلم معاه، اتكلم عادي، مش محتاج كلفة، مش محتاج انك انت تحضر، ومش محتاج تحفظ دعاء، اتكلم معاه قول له ربي انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ونفسي في كذا وكذا وكذا، تعبان رب انت يعني اقرب ما ليا، انت اللي عارف باللي انا شايله، باللي انا محتاجه، باللي انا تعبان منه، صدقني هيطمنك لو رحت له بقلبك بجد، هيطمنك وهيفاجئك. كلنا عندنا ذنوب، والذنوب دي عذاب لانها بتمنع عنك خير، بتجلب ليك هم، بتجلب ليك ضيق، زهق، بتجلب ليك امراض، عدم توفيق، تعثر. طيب عرفنا كده الداء، والدواء بتاع الداء ده استغفار. تعالى كده تجرب انك انت تعمل جلسة استغفار وانت مسترخي، وتبتدي تفتكر كل ذنب انت عملته، وكل ما تفتكر ذنب اعرف ان هو ما اتمسحش. الذنب اللي بيجي يراودك من وقت للتاني، عملته وانت شاب، عملته وانت مش عارف فين، عملته مع مين، مع كذا، تفضل تفتكر، اعرف ان طول ما انت بتفتكر وطول ما هو رايح جاي على عقلك من وقت للتاني، ان هو لسه ما اتغفرش، ما اتمحاش، ان هو بيفكرك بنفسه، بيقول لك انا حاجة وحشة قوي، امحيها، امحيها باستغفارك، عشان انا هو الذنب نفسه عايز يطير، عايز يتوه، عايز يتمسح، فبيقول لك امحيها، لان انا هفضل كده اجيلك من وقت التاني بسبب الشيطان، لان الشيطان عايز يبعدك عن طريقك، عن مسارك الصحيح، فامحيها، قول له يا رب انا عملت كذا وكذا، اتخيل الذنب في عقلك اللي انت عملته، استرجع كل استرجع اليوم ده كان امتى، كان فين، والذنب كان ايه، واستغفر لربنا بقلبك، وتخيل وانت بتستغفر ان الذنب ده بيمحى، افضل وراه، كرر 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 لحد ما يتمحي، لحد ما تحس انك انت ارتحت، وشوف بعدها ايه اللي هيحصل لك من مفاجآت. الهم من اقوى جنود ربنا، فمعنى انه جالك اعرف ان هو هيكفر كتير من خطيئتك، واعرف ان هو تنبيه، اصحى بقى. تعالى نتفق دلوقتي على اتفاق، لو انت مكتئب او عندك هم او انت لقيت حياتك واقفة، تعالى النهاردة، انت دلوقتي سمعت الفيديو، تعالى النهاردة قرر انه بالليل مثلا تقوم تاخد دش، لو انت مش مظبط نفسك ظبط، لو انت سايب مش عارف شعر، مش عارف مش متساوي، سايب مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ظبط، البس غيار نظيف وحاجة مريحة، وصلي ركعتين لله باسترخاء، مش صلاة انك انت بتقضي، لا، صلاة باسترخاء، كأنك بتكلم رايح لربنا تكلمه، صلي باسترخاء بهدوء ركعتين وانت ساجد اشتكي، وانت ساجد ادعي واستغفر، استغفر 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 استغفر، امان من العذاب، امان من الفقر، من التعب، من كل شيء، لان معاه بيجي القوه، بيجي السعاده، بيجي المال، بيجي الذريه، تيجي الجنه، جنه الله على الارض، وجنه في الاخره ان شاء الله، لان بيكون غفر لك ذنوبك. تعالى انك انت بعد ما تصلي ركعتين تقعد، اقعد استغفر، واقعد كلم ربنا، اقعد اتنفس نفس، وكل نفس بيدخل وانت بتكتمه تخيل انه بيدخل ينظف جسمك من جوه، عضو وعضو، بيرجع طاقتك تاني، بيطرد كل شيء سلبي، وانت بتخرج النفس بيخرج معاه كل شيء سلبي من قلبك ومن عقلك من جسمك، تخرج معاه الامراض، استشعر القوة والسعادة والفرحة، اجعلها بداية، اجعلها تحرر. تقدر كمان تسمع جلسة التحرر والتحكم، وتعرف ازاي تتحرر من كل الافكار، تتحرر من كل الاشخاص اللي عرفتهم في يوم من الايام، سواء لسه معاك حتى الان او بعدوا عنك، او تتحرر منهم،
خليك حر بالله، اتحرر. اسمع جلسة الاستغفار العميق اللي احنا نشرناها على اليوتيوب، برضو موجودة جلسة استغفار عميق كاملة مدتها حوالي نص ساعة وحاجة زي كده، ونفذها اسمها، صدقني هتفرق معاك. دلوقتي انت ممكن تاخد نفس تاني وانت مغمض عينيك، واكيد انت مفتحتش لانك لازم تفضل مغمض عينيك. هتاخد نفس تاني من بطنك، تكتمه، وانت كاتمه دلوقتي تخيل ان كل شيء سلبي جواك وقلبك عمال ينضف، وان دي شفت الاشياء اللي بنجيبها ما يكون في اتساخ في حائط ولا ارضية او اي شيء وبنحط عليه المادة دي، فبتحسه بيفور كده، بيطهر 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 بيطهر، وبعد كده تلاقيها نظيفة. انت تخيل ان ده دلوقتي كده قلبك بينضف، عقلك بينضف، وتطلع النفس. الله، خد نفس تاني، اكتمه برضه، تخيل نفس العملية، قلبك عينيك عقلك كله بينضف، أي شيء سلبي أي مرض أي شيء بيطلع منك طلعه. نفس تالت مرة، طلعه. تقدر دلوقتي بكل يسر قبل ما تفتح عينيك انك تتخيل انك انت هتبدأ بداية جديدة من اول ما تفتح عينيك، وبتقول بسم الله بسم الله على بدايتك الجديدة، على اي حاجة هتشوفها تاني دلوقتي، على حياة جديدة انت داخل عليها، وتقول بسم الله وتفتح عينيك وانتبه ليا. الجلسة دي ممكن تسمعها زي ما انت عايز، وممكن ما تسمعهاش تاني، بس اللي اطلبه منك ان احنا اللي اتفقنا عليه تنفذه، انك انت بتستسلمش، انك انت حتى لو ما عندكش هموم ومر عليك الفيديو ده كده وسمعته، امن نفسك ونفذ معانا، نفذ، استغفر، نفذ، واعرف ان اي حلم حلمت بيه ما انك بتفكر فيه هو اصبح موجود في حيز الطاقة، موجود حواليك طاقة ذبذبة، لكن عشان يظهر في الواقع بتاعك محتاج منك انك انت تعرف تدخله في الواقع ده، في الدايرة دي. نمي نفسك، نمي عقلك، ابتدي اشتغل عليه، ابتدي شوف ازاي يدخل حياتك، اقتنع بيه، فكر فيه، اجذبه، اتعلم الجذب بأي تقنية كانت. تقدر زي ما قلت في بعض الاشياء اللي قلت لك عليها ممكن تعمل سيرش عنها، جلسة الاستغفار العميق دي نشرناها على اليوتيوب، تقدر انك انت تسمعها، تقدر انك انت تحصل على اي كورس او جلسة من اللي بتعمل المؤسسة اللي موجودين، زي التحكم في الاشخاص والتحرر منهم، زي التقدير الكوني للمال والعمل، زي كورس كشف السر، زي تقنية نيورو ستارت، زي أي شيء موجود برضه تقدر تحصل عليه بس من خلال الرقم الثاني. تقدر إنك أنت تعمل سيرش على اليوتيوب على أي جلسة نشرناها برضه، عن الاستغفار العميق، عن التحرر، عن أشياء كتير نشرناها، تقدر إنك أنت تبحث عنها تسمعها. تقدر إنك تقرر، وده أهم شيء، تقرر انك تتغير، تقرر انك انت تبدأ بداية جديدة. طبعا كان معاكم ابو بودي، تقدر تتواصل معايا بشكل شخصي على واتساب رقمي 002، ده مفتاح الدولة، 010 2 11 2 2 0 8 7. اكيد الرقم بيبقى موجود على الشاشة لان انا بديهم المادة صوتية، واكيد هما هيبقى موجود على امامك الان سواء كان اعلان او صورة. كمان بالنسبة للكورسات او الاشياء الاخرى تقدر تتواصل بيها الرقم التاني مش على رقمي، اللي هو 002 010 2 11 2 2 0 8 5، يعني نفس رقمي لكن في الاخر 5 مكان 7. تمام، ده لو اي شيء محتاجه المؤسسة، كورسات او جلسات او هكذا، لكن بحيث تتواصل معايا بشكل شخصي هو هيكون الرقم اللي انا قلته له في اخره 7. أكون سعيد بتواصلكم، تقدر تشترك في القناة عشان أي فيديو جديد أو أي تمرين أو أي تقنية ننشرها توصلك، تقدر تشترك في القناة، تقدر كمان تشترك تبعت كلمة اشتراك على أرقام على الواتساب بحيث أي شيء جديد يوصلك. تقدر كمان إنك أنت تشارك معانا وترسل الفيديو ده لأي حد أنت محتاج توصله حتى لو كان بشكل عشوائي، تنشره لعل وعسى يوصل لحد يكون فعلا وصله في اللحظة
المناسبة، ويكتب له ربنا كده ان هو يسمعنا، ان هو ينضم لينا، ان هو يكون في الحيز بتاعنا، ان هو يتابع، ان هو يبتدي يغير، ان هو يلحق نفسه. شكرا ليكم، سعيد جدا بمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في فيديو جديد.